إنما نرجع للبطولة، طبعا حضراتكم عارفين فرنسا كسبت الكاس، وأنا برضو من يعني من لما قريت التعليقات بعد فوز فرنسا أنا وقفت قدام التعليق اللي أنا أقوله لحضراتكم دلوقتي، أن لما دارت عدسات المصورين عشان بتسجل حلقة أو لحظة، تسجل لحظة من أجمل لحظات الشارع الفرنسي، اللي هي المنتخب مع رئيس الجمهورية جاك شيراك، واخدين صورة جماعية وكلهم سعادة وفرحة. لما اتنشرت الصور وتوزعت وطلعت حتى كمان في التلفزيونات، أحد السياسيين المعارضين لجاك شيراك قال تعليق دمه خفيف شوية على صورة المنتخب الفرنسي مع جاك شيراك. قال إيه بقى؟ قال والله ده أمر لطيف جدا إني ألاقي واحد فرنساوي في الصورة. طبعا هو يقصد الفرنساوي الوحيد اللي في الصورة هو رئيس الجمهورية، لأن هو بيقول إشارة يعني أو عايز يقول إشارة لأن معظم لاعبي منتخب فرنسا من أصول غير فرنسية.